وهم ملؤ الأرض ما باليت ولا استوحشت عندما وضع الحسين بين خيارين فاختار. ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والدلة. حتى الأبد ومهما تكون التحديات والأخطار نقول لكل الذين يراهنون على إخافتنا أو إضعافنا أو تهديدنا نحن أصحاب أبي عبد الله الحسين عليه السلام الذي يقول هيهات من مدلة. شهداءنا رحلوا جميعهم كربلاء عيون وسوف نبقى على العهد باقون، وهذه الثورة راح تنتصر بحق محمد وآل محمد.